بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي أم رحاب للخياطة. وفي هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غنتحدث على ماكينة السورجي، لأن طلبوا مني الأخوات المشاهدات انني نوريهم الماكينه ديالي ديال السوجي ونهضر عليها شويه ونعطيهم المعلومات يعني اللي كنعرف عليها. يعني بالنسبه للماكينه السورجي، الماكينه ديالي اللي كنخدم بها هي هذه. انا هذه هي ماكينتي اللي كنخدم بها، وبصراحه يعني هاد الماكينه هي اللي يعني من يلا شريتها صراحه، ما بطاتش عندي بزاف يعني. يلا شريتها، كنت كندوز السورجي عند الخياطات، كنمشي كندوز السورجي، ولكن صراحه يعني ماكينه السورجي مهمه جدا جدا، خاصه بالنسبه للخياطات اللي كيخدموا يعني عندهم محالاتهم، وكيخدموا يعني البياس بالكثره وكيخدموا للناس، فضروري خاص تكون عندهم ماكينه السوجي. انا يعني في الاول صراحه ما كنتش نخدم على الناس، ما كانش عندي محل، كنت كنخدم غير بالحوايج ديالي، حوايج وليداتي، وكنت كنمشي ندي البياس ديالي للناس اللي يعني اللي كيدوزوا السورجي، كندوز السورجي عندهم. حتى وليت حليت المحل ديالي وليت نخدم يعني للناس، ديك الساعات شريت هاد الماكينه هادي تقريبا. دابا يعني سنه باش شريت هاد الماكينه هادي، وصراحه صدقت لي، الحمد لله صدقت لي، ماكينه زوينه بزاف بزاف. يعني هاد الماكينه انا كنخدم بها صراحه بهاد غير بالطروافيل. هي يعني كاين الماكينه ديال طروافيل، كاين ديال كاترفيل، كاين ديال سانك فيل. وبالنسبه يعني لهذوك الخيوط على حسب، يعني بحال مثلا اللي كيخدموا الفينيسيون راه كيخدموه بالسانك فيل او بالكاترفيل. يعني السانك فيل بزاف اللي كيخدموا فيها التسويق، يعني داك التسويق بحال دوك الكولونات اللي كتشوفوا في السوق، اللي كيتباع في السوق تاع اللي كيتجبدوا بحال لي سيرفيت، هادوك كلهم كيخدموهم وكيمونطيوهم في نفس الوقت. يعني كيكون فيها جوج جباري باش كتخيط وكتمونطي في نفس الوقت، وعاود توابت اللي كيتجبدوا، لان ما كاين توابت يعني ما كتقدريش تخيطيها بالماكينه العاديه، الغرزه كتسوطي لك يعني ضروري ديريها بالسورجي. بالنسبه ليا انايا هذا هو الخيط اللي كنخدم به، خيط نتاع خاص بالسورجي، فيه الابيض والكحل، الله اعلم واش فيه شي لوانات اخرين، المهم انا اللي كنعرف انه فيه الابيض والكحل. هذا هو الخيط خاص بالماكينه ديال السورجي، ولكن انا كنخدم بخيوط. يعني انا بصراحه كنخدم بالخيط، لان انا اصلا فاش شريت هاد الماكينه كان مولاها كيدوز بها السورجي ديال الفينيسيون، كان كيخدم غير بالخيط، ما كيخدمش بهذا يعني بهذا الخيط، هاد البكاره الكبيره ديال الخيط فيها بطبيعه الحال عده الوان، وخاص تكون يعني بطبيعه الحال النوعيه الجيده. ولكن انا يا صراحه كنخدم حتى بالبكرات الصغار، يعني بعض المرات ما كيكونش عندي الخيط فكنخدم ب يعني كنخدم انا بهم بجوج، كنخدم اما بالخيط اما بالسورجي. فاش كيكون عندي شي بياسه باغا نخدمها اللون في اللون، ولا شي حاجه في التحت باغا ندير غير السورجي بوحدو، يعني ما باغا ندير لا تنيه لا شي حاجه، هذا هو الكحل ديالها. هاد الخيط هذا راه كيتباع عفوا كيتباع بالكيلو، يعني منين كتمشي كتقول له عطيني الخيط ديال السورجي، كيوزنهم يعني كياخذ لك ثلاثه ديال البوبينات وكيوزنهم، ان كل بوبينه ولا
كلها بكرة. وشحال فيها الوزن ديالها؟ بالنسبة للثمن ديالها، أنا هاد الماكينة هادي شريتها بون أوكازيون، شريتها تقريبا بديك 3000، 3300 درهم على ما أظن، 3300 ولا 3200، المهم ما عقلتش بالضبط واش 3200 ولا 3300 درهم. وصراحة هاد الماكينة الموتور ديالها صامت، ما كديرش الحس، أنا غنشعلها تشوف. انتوما ما كتسمعوش الحس، أنا شعلتها دابا راها شاعلة كما كتشوفوا، راها شاعله، عطيت على الزر الاخضر، ها هي راه شاعله الموتور ديالها الدخلاني، كيبان شاعل، ها هو شاعل شاعل، ولكن راه ما كديرش الحس. عندها موتور اوتوماتيك، ها هي ما كديرش الحس، كتخدمي بيها انت يا لا صدع لا والو هذا. وبالنسبه يعني بطبيعه الحال، يعني اي ماكينه خاصك ضروري تعتني بيها، وانك تمسحيها من الغبره، تنقيها ضروري من الداخل. كنستخدم هاد الفرشات هادي، يعني كلشي كيعرفها، كاع العيالات راه كيعرفوها. الا عندك شي وحده قديمه ما بقيتيش كتستعمليها، خليها خصيصا للسورجي، هي كتنقي بها السورجي ديالك من الداخل، تحيدي به الخمله، يعني مزيانه بزاف هاد الفرشات صراحه، هائله 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 للتنظيف، تنقي بها كل شيء، الغبره في القناه، يعني زوينه بزاف. وبطبيعه الحال راه كل ماكينه والسيستم ديالها، يعني ماشي يعني الماكينات كلهم بحال بحال، كل ماكينه والسيستم ديالها. بالنسبه لهاد الماكينه هادي، فيها هاد الباب هذا، انت كتجري يعني في الاول كتجري هكا الباب وعاد كتحلي هاد البلايص. هذه تقريبا كتكون عند كل شيء، الماكينه ديال السوجي هادي ديال الصباط، هو باش كتحلي الصباط. كتحيدي هاد، تأكدي انك منين تسديه يكون يعني راكب مزيان باش ما تهرسلكش الابره ديال السوري. فيها هاد البليصه هادي، يعني على حسب باش كتعاونني باش نحشي الخيط، كتجي معاها هاد العيبه هادي باش تقدري يعني تركبي الخيط بسهوله. بالنسبه للتركاب ديال الخيط، انا ما غاديش نديرو في هذا الفيديو هذا، الا بغيتو ان شاء الله تعالى نوريكم الطريقه ديال التركاب ديال الخيط، يعني خليو لي التعاليق ديالكم، وانا غادي نخصص فيديو خاص غير بتركاب الخيط، يعني باش ما نطولش هذا الفيديو بزاف، لان الطريقه ديال التركاب ديال الخيط خاصها شويه ديال التركيز، وان شاء الله غنخصص فيديو يعني بطبيعه الحال الا بغيتو، يعني تنشوف ان شاء الله التعاليق ديالكم، يعني اللي مهتم راه يخلي لي، وانا ان شاء الله غادي يعني نلبي جميع الطلبات. الله يوفق يا ربي ويبارك لنا في الوقت ان شاء الله، ونلبي جميع الطلبات نتاع الاخوات، ودائما دائما دائما ان شاء الله ترقبوا الجديد. يعني تركيب الخيط راه فيه الخريطه هنايا، كتكون هاد الماكينه يعني كلهم تقريبا الماكينه ديال السوجير كتكون فيهم الخريطه، ولكن صراحه ضروري خاصك تعرفي يعني كيفاش ديري باش تدوز الخيط. هاد الخريطه واخا هكاك كتلف شويه، ما صراحه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير شويه تركيز وصافي، كيبغي شويه ديال التركيز وصافي. اذا هاد الشيء اللي كاين، هادي الماكينه ديالي ديال السورجي، انا بدلت ليها انا الخيوطه، كنخدم بالخيط الكحل دابا. طابي الحال الا بغيتي تبدلي الخيط راه كتسهل، يعني راه كتقطعي الخيط من هنايا وتعقدي معاه يعني الخيط الاخر،
هذه هي الطبلة ديالها، يعني الطبلة ديالها خديت انا طبلة صغيرة لان ما حسب المحل عنديش لسباس بزاف. وهنا عيارة فيها كيكون فيها انا هاد هذا باش على حساب داكشي اللي كيطيح يمشي هنا. انا دايره معاها بوبيل هنايا باش كلشي كنتكلف هنا، داكشي كامل اللي كيطيح كيمشي. كديري بوبيل ولا كديري شي حاجه باش يبقى يطيح لك داكشي، ما يطيح لك داكشي في الارض. دن نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تبخلوش علينا بجيم وبتعاليق ديالكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما ان شاء الله جديد القناه. انتظروا دائما الجديد مع اختكم في الله ام رحاب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.